قراء ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجيرة، سعداء بأن نستضيف الأستاذ سعيد بولخير، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بعمالة صخرة تمارا. أستاذ سعيد، تستضيفون شبيبة العدالة والتنمية هنا بفضاء الهرهورة، فضاء المخيم ديال الهرهورة، في هذا الملتقى الإقليمي على مدى 3 أيام تحت شعار تعبئة الشباب لإنجاح مساري الإصلاح. بداية، لو تعطينا بطاقة تقنية عن هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نشكر موقع مساء الجهة على هذا الحوار الصحفي. اليوم نستضيف الإخوان المناضلي الشبيبة على المستوى الإقليمي في الملتقى الإقليمي الذي اعتادت شبيبة العدالة والتنمية أن تقيمه في كل سنة. هو ملتقى تواصلي في تكويني إشعاعي على المستوى الإقليمي. أكيد هناك برنامج يؤطر هذا الملتقى، هذا البرنامج اللي غيستضيف مجموعة من الوجوه البارزة على الساحة السياسية، منها وزراء ومنها برلمانيين ومنها كذلك مفكرين وباحثين، وهو الهدف ديالو الأساسي بالأساس هو تكوين الشباب من أجل تشكيل واحد الوعي سياسي هادف في هذه المنظمة العتيدة الذي نفتخر بانتمائنا لها. نعم، يوميات هذا الملتقى لا شك أنكم ستستضيفون وزراء، لو تحدثنا في عجالة عن الشخصيات العمومية التي ستستضيفونها في هذا الملتقى. في عجالة، كتعرفوا بأنهم اليوم حنا المشاريع في واحد المحطة انتخابية في البلاد، المحطة الانتخابية اللي اليوم الملتقى ديالنا يؤطر برنامج كما قلت غيستضيف مجموعة من الشخصيات اللي هي بارزة. سنستوقف إن شاء الله على لقاء تواصلي مع الوزيرين السي الخلفي وكذلك السي الازلي من اجل تاطير واحد الندوه حول حصيله واداء البرنامج الحكومي. وهذه مناسبه للشباب يسائل الحكومه ما هي الانجازات وما هي الاكراهات، لما لا وما هي المشاكل، ما انجز وما لم ينجز بكل لغه واضحه. وكذلك معنا جلسه فكريه مع الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب والوزير الخارجيه السابق، وكذلك غيكون عندنا وقفه كذلك مع السي قرماط نائب البرلماني حول مستجدات القوانين المؤطره للاستحقاقات الانتخابيه ان شاء الله المقبله. ثم برنامج لقاء اشاعي مع في اطار حفل ختامي اللي غيستضيف الكاتب الوطني الشبيبه ورئيس الفريق حزب العداله والتنميه السي عبد الله بوانو، وكذلك السيد الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك السي بوليف ان شاء الله. نعم نعم، استاذ سعيد، ياتي هذا الملتقى في ظل حمله يتعرض لها وزراء الحزب. انتم في الشبيبه، هل ستسائلون الوزراء حول أدائهم وحصيلتهم والمؤاخذات التي أخذت عليهم؟ الحمد لله، في مدرسة حزب العدالة والتنمية تعلمنا الكثير، من بينها الحوار ومن بينها الوضوح ومن بينها يعني التواصل بشكل مفتوح مع القيادات، ليس هناك حواجز. الشبيبة لها مواقف دازت في المستوى التاريخ ديالها، وحنا حلقتنا الحمد لله اليوم هذه محطة كشبيبة وكمع لقاءات مباشرة مع القيادات من أجل إن شاء الله من أجل المكاشفة ومن أجل طرح التساؤلات عند الشباب وهموم الشباب، والشبيبة هي جزء كتمثل مجموعة من شريحة ديال الشباب. نعم، ما هي انتظاراتكم سي الكاتب الإقليمي للشبيبة من هذا الملتقى؟ الحمد لله، نحن اليوم عندنا شبيبة رائدة في العمل الشبيبي على الساحة الشبابية بالمغرب، وشبيبة دائما عودت المشهد الشبابي في المغرب على الجديد وعلى الإبداع والمبادرة وعلى التفاني وعلى التضحية في هذا الوطن. نحن جزء من هذا الوطن، وأكيد الوطن يستحق الكثير وكذلك من النضال ومن الجهد، والحمد لله دائما الشبيبة في المستوى. إذا شكرا أستاذ سعيد.